شنو علاقتك بها؟ علاقتي بها صراحة أنا يعني ما كنتش عندي العلاقة بين بكري كراجلي، واني مني ضاع راجلي يعني هما جاو عدي وجاو عدي وشافوا ديك الحالة كيفاش قيت وستات الوليدات وخلى لي خمسة وخلاني حاملة بنية. هي غير الصدفة كانت هنا، كانت جات عند عائلته وجات مع ديك اللحظة تاع الموت بنية، وشافوا ديك الحالة يعني خلاني فيها وداك الشيء والفقر يعني هما مساكن شافوني في هاك الحالة مساكن يعني عطاوني شي بركة هذيك الساعة وعاونوني ومسكينة هي وخا لالا ربيعة مسكينة الله يرحمها، الوقت اللي مشات ولات مسكينة كل شهر كترهف عليا بالقسم، ديما كتصيفط لي القسم الله مسكينة ديما في العيد في المناسبة دايما من كسوة من صاير من بزاف ديال الحوايج. إذا نتوما ضعتو فيها كاملين من آه. الأسرة ديالك مش عائلت حتى أنا كنحسب عائلتي صراحة، حسب أختي وأمي أنا مش ضعت دابا ضعت من كل شيء، بالأب ديال ولادي ضاع خلاني في حد الحالة فقيرة و... هي اللي كانت مسكينة مجا شافني في الحالة وفي هذيك الظروف و... بقات مسكينة ديما كتعاونني ديما كنكون كنفكر ما عنديش ولا ما عنديش الوليدات باش يمشيو يركبوا يقراو ولا ما عنديش، حتى كيفاجئوني حتى كيصيفطوا لي شي بركة يعني ديك الظلمة كنكون فيها كنخرج منها بحد السرعة كنخرج منها حتى كتفاجئني كتفاجئني مسكينة تصيفطني الأم ديالها مسكينة وتجيبها ليا تقول لي بنيتي كيفاش هذا الرزيق اللي صيفطتو لك لالا ربيعة كوني معاه بوليداتك. شحال من عام تقريبا كتعامل معاك؟ خمسة سنين وممكن عائلتك ما يقدروش يوقفوا معاك في هذه خمسة سنين، وهي حقا عائلته ما قدروش يوقفوا معايا حتى هذه الخمسة سنين كلها، وهي يعني مسكينة هي ضحات معايا مسكينة دارتني وحدة منهم. شنو ممكن تقولي لنا على السيدة اللي توفات الله يرحمها؟ الله يرحمها وانت جارتها اش كانت معروفة؟ شنو الميزات ديالها؟ حد عرفتهم انا الله عمرها ظهر عمر عايبهم انا اصلا عمر عايبهم كاع ما سمعتو كاع للحد اليوم من هذا هما الصراحة هما بحال عائلتي. كيفاش تلقيتي انت الخبر ديال الوفاة ديال السيدة؟ يعني التفاصيل ديال أول مرة سمعتي الخبر ديال راها تقتلات فين كنتي كيفاش تلقيتي؟ وانا خارج من باب داري اني تلقاني لوسي قال لي راه بنت الحاج راه ضاعت، يعني تصدمت واحد الصدمه كيما تصدمت في راجلي الصراحه هذه الصراحه. دابا من بعد الموت ديال السيده واش غادي تبقاي عايشه في نفس المستوى في نفس الظروف اللي كنتي عايشه فيها؟ واش غادي هي زعما هو داك البركه اللي كانت صيفط ليك ولا ممكن تبدل شويه؟ تبدل طريت تبدل الله ولا منو الوليدات غتبقاي تقريهم كلهم غتبقاي واش غنقول لك رجع في الله انا ما نقدرش نحرمهم كيما تحرمت انا كيما امي انا ما قاريه ما واعيه ما فاهمه ما عندي خدمه ما عندي حاجه يعني المعين الوحيد اللي كان عندك هي هي الباب الواحد اللي كانت عندي كانت واقفه معايا هي بالنسبه لي كانت بحال الاب ديالهم بصراحه داك الحنان اللي عطاتهم كتعرف شنو عيد كتجيب لك الحوايج حنا قاطحين ياسنا كنفكر ونقول وليدي هاد العيد راه ما قادرش عنديش باش تنكسيكم ونجيكم شي حاجه تيدخل عليك واحد المفاجاه تدخل عليك واحد المفاجاه يقول لك هاد البركه راه مصيفطه لك فلانه بحوايجها بكل شيء لا راه عائلتي وما يقدروش يديروا هادشي صراحه عائلتي ما يقدروش يتصرفوا هاد التصريف اللي كديرها هي مرحومه لاله ربيعه الله يرحمها.